ازرع. مفتاح مبادرة أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية بهدف التدريب النظري والعملي للمزارعين بمختلف محافظات الجمهورية. موجودين هنا في متابعة محصول استراتيجي ومحصول قومي لمصر هو محصول القمح. أنا مع المزارعين النهاردة لرفع الوعي لدى المزارعين من خلال مبادرة ازرع التي يدعمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وبإشراف ومتابعة ودعم الهيئة القبطية الإنجيلية بمحافظة المنيا. أهالي عزبة محمد سلطان التابعة لقرية بني سمرج بمركز سمرلوط بالمنيا كانوا على موعد مع إطلاق المبادرة للتدريب على تنفيذ نماذج حول كيفية تحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوي فيما يعرف بالكومبوست، وذلك داخل 50 حقلا من حقول المبادرة في مركز سمرلوط. بنعلمه إزاي إن هو يعمل كومة وحده، علشان ده السماد ده مهم جدا بقل التكاليف، واحنا برضو بندعمه ان احنا بنجيب جزء علينا ويبقى جزء عليه، ونعلمه ازاي ان هو يعمل كومة لوحده وتنفيذ نماذج كومبوست. الاستفادة منه كان بيترمي قبل كده وما كانوش بيستفادوا منه، دلوقتي بنعلمه ازاي ان هو يعمل نموذج ويحطه في الزرعة بتاعته. جاي حالا النهاردة احضر ندوة للتحالف الوطني عشان استفاد من الاسمدة العضوية للقمح، أنا أخذت تجاو قمح يعني ثبت النظيفة وأرخص من برة. جايبين القمح ده بنص الثمن وبتساعدنا في السماد العضوي نكمل إنتاج القمح، وأنا رايح بزرع قمح نزرع 10 فدر، فيعني نص التكلفة كده بتساعد فينا، والسماد العضوي ده عشان نكمل بقية الزرع، ويبقى الزرع معانا إيه تمام 100% يعني نطلع قمحنا 10/10 إن شاء الله. وشهد التدريب إقبال عدد كبير من المزارعين الذين وجهوا الشكر للتحالف الوطني لما يقدمه من حزمة مساعدات بدأت بتوفير تقاوي القمح بأسعار مخفضة وغيرها من المساعدات الأخرى، أملا في الاستفادة من الورش التدريبية في الارتقاء بمستوى أداء الفلاح المصري وتأهيله لتطوير أدواته بما يحقق التوسعة المطلوبة والطموحة في الرقعة الزراعية، وبما يوفر اكتفاء ذاتيا من السلع الأساسية والمحاصيل الضرورية للمواطنين.